أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحفي في بغداد أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد. تم ذكر بشأن إجراء الانتخابات ببعض المناطق دون المناطق الأخرى فيما تمت الإشارة إلى، قد تكون هناك وجهة نظر بهذا الخصوص، لكن هذه غير مطروحة الآن ولم تناقش كما ذكرت بشكل واضح.